الخيانه. قال لك الخيانه العاطفيه، انا عن نفسي الخيانه العاطفيه ممكن بعض النساء تسامح فيها، الخيانه الجسديه لا. لا الا اذا تاب وحسنت توبته وانت قدرت تسامحيه، خلاف كده الدنيا بايظه. مره زوجه، الزوجه دي من ضمن الاسى اللي هي فيه بتقول قهوه تاب وكتب لها معرفش نص كيلو ذهب، حاجه عظيمه بالحلم الجاليات اللي بتتصالح على الذهب، وكتب لها مش عارفه ايه وكذا وحسن توبته، بتقول مش قادره اكون معاه زوجه، وخصوصا في الفتره الاخيره كل ما اجي افتكر المنظر اللي هي شافته حقيقه، مش قادره. انا عايز سنه كامله عشان نغير الصوره الذهنيه دي، وفي الاخر انا بحبه عيال بس خلاص. الخيانه العاطفيه بتبقى زي طعنه في قلب بدون بنك بدون تخدير، فبيبقى صعب. فالخيانه العاطفيه تبقى زي خنجر محطوط في قلب بدون بنك. قال لها بحبك، بيقول لها كده يا ده شغل هوا وروطه. ايوه بس قولي، وايدك كتبت وصوتك اتقال. النساء ما بتقدرش، ودايما بحذر حتى الشباب اقول لهم يا جماعه الفتره الاخيره دي، في الحمد لله يا رب الحمد لله في مجموعه من الشباب المقبل او حديث الزواج سن سنه او سنتين، وبيسعوا وشباب بيسعوا الازواج والشباب دول انهم يسعدوا زوجاتهم بجد. اعمل ايه؟ طب بتقول كذا. مره واحد بعد بيقول انا دخلت على كلاب هاوس، وبعدين هي دخلت ففي واحده بتهزر، انتوا عارفين كلاب هاوس الهيصه اللي بتحصل عليه، ففي بنت بتهزر وبتهرق، ف وجت وقالت شعرك حلو، مستحاله يكون انت متجوز مش مصدق شعرك حلو وتسريحتك حلو. لقيت زوجتي داخله من الصاله وعماله تعمل وكسرت الموبايل وكذا وشعر، هتحلق شعرك وممنوع تخش على الغرفه دي تاني. هو متضايق ان هي بيقول انا ما ردتش، وهي ما عندهاش ثقه فيا وكذا، بس المراه بتغير والمحبه العاشقه بتغير، ولو من الهوى ولو من اخواتي. نعرف زوجه تقول لك هتيجي اخواته البنات يقعدوا يسرحوا فيه ويعملوا فيه من ايه؟ شهريار في زمانك يا فلا. فالخيانه بتبقى طعنه في قلب الزوج. وننبه دايما الشباب والجيل الطالع اوعى تقع في حاجه زي كده. ولو وقعت لازم تسترضيها، ولا يمكن ترجع في عاطفتها معاك الا اذا استرضيت. فالامر ده انا ما اقدرش اكلمك فيه. ولا انصحك ضد فطرتك، اصدمك. انا مش عارف ده ما بحبش كده. اصدمك واظلم مشاعرك، لا انا عايزاكي بقلبك، قدرت تسامحي وهو تاب توبه خلاص، ما قدرتيش انا ما بقدرش اضغط على المراه في حاجه زي كده، لكن ممكن اضغط عليكي في امور ثانيه. ينفع ناخد وندي فيه، لكن الامر ده بيبقى صعب. فالامر ده نسبي على حسب كل واحده